والله حلقة جميلة. حلقة حسيت ان هي اولا ايناس فنانة من واحد، فهي مش قاسية قوي مع الضيف الفنان عشان بتحس انها حد من عائلتها يعني، فده شيء جميل اصلا، رغم ان البرنامج مبني على الاستفزاز والدخول في مناطق حرجة. حلقة جابت السيرة الذاتية في حياتي سريعا، بقول لإيناس ميرسي وتشرفت ان انا اكون معاك النهاردة في الحلقة. عقدت شيرين ليه من الغنى؟ شيخ الحرقة النهاردة الحمد لله حاول يضايقني بس معرفش، ما لقاش المادة اللي هي تخدمه في اسلوبه اللي بيعمله. هو انت موسيقار ولا بلطجي؟ مش هقول.